مشاهدينا أعزائي المشاهدين، تغطيتنا تتواصل لرصد فرحة فريق الفيلسوف بتحقيق لقب بطولة الاتحاد التي كانت على ملعب الكابتن ماجد. يسعدني ويشرفني في هذه اللحظات أن أستضيف الكابتن محمد عبر كاميرا قناة خالد بازيدان. كابتن، رحب بك عبر قناة خالد بازيدان. هلا أخوي، الله يحييك ويخليك. اليوم مع هذه الليلة وفي هذه الفرحة، شعورك وأنت تحضر لهذه الحفلة المبسطة التي قمها الكابتن شاكر العبدلي؟ والله أول شيء يعني قبل الفرحة وقبل كل شيء نحمد الله ونشكره يعني على هذا البطولة اللي صراحة ما قصر أخونا شاكر العبدلي يعني، وما قصر معانا يعني من البطولة ومن قبل البطولة، وهذه فرحة يعني بسيطة يعني بسيطة منه هو، وتقدير يعني صراحة أشكر على هذا الاحتفال يعني، ويعطيها العافية. كيف كانت بطولة الاتحاد؟ والله بطولة يعني زي أي بطولة، بطولة صعبة ما هي بطولة سهلة يعني، لكن الحمد لله والشكر يعني بمجهود العيال، وقبل مجهود العيال بتوفيق رب العالمين توفقنا وحققنا البطولة. اليوم كيف تقيم حضور الشخصيات؟ والله مميز يعني، مو لازم يكون شيء، أخوان يعني احنا قبل كل شيء يعني، أهم شيء يعني نكون موجودين وقلوبنا على بعض وشيء كويس يعني وطيب. هذا كابتن، سعداء كثيرا بتواجدكم معنا، شكرا لك. الله يخليك ويسعدك يعني، واحنا اسعد يعني طبعا، ويعطيك العافيه.